رجعنا احنا نتواصل. عمرك ده كله في طويل. تاريخ السودان، ده ده كله كله عن في تاريخ تاريخ السودان، السودان من الحديث عن الوطن. سرحنا معاه كده. ايوه فعلا الوطن بياخدك لانك تتكلم اكتر يعني، وخاصه ان السودان يعني احنا عارفين قد ايه بيتميز بكثير من الاشياء الجميله، وكثير من المدن السودانيه اللي كان عندها تاريخ معبر في انه السودان يكون حر وانه نستقل حياتنا، ومن ضمن هذه المدن يمكن مدينه ام درمان. أكيد لا يكون الحديث عن السودان وعن أندرمان إلا كان الحديث عن أندرمان، مدينة العراقة، الحضارة، الأصالة، الإرث التاريخي، القبة المهدية، الأحياء المختلفة، وإنسان أندرمان المختلف. أندرمان قدمت الكثير جدا من الأسماء البارزة جدا، وفي جميع الفئات وجميع ظروف العمل المختلفة. أندرمان كانت مدينة ولا زالت بكل تأكيد مدينة ترفد الساحة السودانية اجتماعيا، ثقافيا، سياسيا، رياضيا، بالمبدعين والمبدعات من هذه المدينة. أم درمان، أنا أم درمان وكل الناس أم درمان بكل تأكيد. نتابع هذه المادة عن أم درمان ونعود أيضا لنتواصل عبر صباح الشروق. وتحية لكل أهالينا في أم درمان ولكل أهالينا في كل مكان في السودان. تأمل في رجولي أنا السودان، تمثل في عبوري. طابية أم درمان من أشهر الطوابي في البلاد، وقد استعملت في فترة حصار الخرطوم. تقع شمال أبو سعد بأم درمان، وبنيت على مرتفع من الأرض قبالة طابية المجرن، وعلى بعد 500 متر من الشاطئ، وهي نفس المنطقة التي عسكر بها الإمام المهدي عند حصار الخرطوم. وقد كان هنالك اتصال تلغرافي بين هذه الطابية والسراي في الخرطوم. وبعد زيادة حركة البواخر بين الخرطوم وشندي، ازداد الاتصال بين المدينتين، مما حدا بالإمام المهدي أن يأمر ببناء طابيتي شنبات والحلفاية لكي تتمكن قوات المهدية من إيقاف أو الحد من حركة البواخر. وقد بنيت ثلاث طواب حول طواب أم درمان لزيادة الضغط عليها، إلا أن الطابية التي اشتهرت في الإعلام السياحي هي طواب الموردة. أما بناء الطواب في مضيق شلال السبلوغة فقد تم بعد ازدياد أهمية تشييد الطوابي في عهد عبد الله التعايشي، إذ أنه ونسبة لقرار مجلس الشورى وبناء على اقتراح تقدم به الأمراء إبراهيم الخليل وعثمان دقنة، صدر قرار من الخليفة عبد الله بتولي الأمير يعقوب ويوسف منصور مستشار المدفعية، الذي اهتم بتخطيط نظامها الدفاعي ومواقعها المناسبة. لذا عليه تم بناء طابيتين عند المدخل الشمالي لمضيق شلال السبلوغة، ولا زالت بقايا إحداهما ترى على الضفة اليمنى لنهر النيل، وأصبحت رمزا أثريا في السودان ومقصدا للسياح من الداخل والخارج.